أصبح الشرق الأوسط ساحة فوضى تجذب المنافسين الإقليميين غير العرب. هذه هي كلمات الجنرال فرانك ماكنزي رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مشيرا إلى التدخل التركي والإيراني في المنطقة، التدخل الذي نما بشكل لا يمكن إنكاره والذي دفع الدول العربية لمحاولة صده. المزاج العربي عموما هو رافض بالكامل لمثل هذه التدخلات، لأنه يدرك، أصبح يدرك بما لا يدع مجالا للشك، أن كلتا الدولتين بكل الأسف تتبنيان سياسات متقاربة، تسعيان إلى تحقيق فوائد تخص كل منهما على حساب المصالح العربية. في مايو الماضي غزت تركيا شمال العراق تحت ذريعة محاربة الميليشيات الكردية، وفي ليبيا فإن الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا تجتذب المتطرفين من الدول المجاورة تونس والجزائر للانضمام إليها، ديناميكية يعتقد الخبراء أنها تفكك الدول العربية وتسعى لاستبدالها بالتطرف والفوضى. ماذا عن إيران المتدخلة الأصيلة في شؤون الشرق الأوسط وفقا للجامعة العربية، والتي لا تتردد في تهديد استقرار المنطقة عبر تسليح وتدريب وكلائها وميليشياتها في لبنان وسوريا والعراق واليمن؟ وبالنسبة لأنقرة، فإن النفوذ في شمال أفريقيا هو نوع من تعويضها لفشل محاولة الانضمام إلى التحالف الأوروبي بحسب المحللين. فموطئ قدم في شمال أفريقيا يسمح لأردوغان بالضغط على أوروبا كي ترضخ لمطالبه السياسية، كما فعل عندما استخدم المهاجرين السوريين ورقة ابتزاز. ومن وجهة نظر مراقبين، فقد أصبح من الواضح أن تركيا متعطشة للتوسع، شغوفة بإحياء الإمبراطورية العثمانية، وممولها القطري يغذي فقط هذه الشهية ويشجع هذا الشغف.